الفلسطينية صح النهاردة، اوكي؟ النهاردة فلسطيني من بيسان. ايوة. نور عم نصر. احلى المسهل. الفلسطيني. انا عارف. طب انت عزيز. الوسطي والفلسطيني. ايوة. بس من جمال عبد الناصر على الصبح. جمال عبد الناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، التابعي اللي هنتحدث عنه اليوم هو صاحب أشهر سورة في فلسطين. اللي بيروح القدس بيزور قبة الصخرة. معظم الناس المسلمين بيعتقدون إن قبة الصخرة هي المسجد الأقصى، من شهرة قبة الصخرة. حتى الناس اللي بتعوز ترسم صورة عن فلسطين بيرسموا صورة إيه؟ قبة الصخرة. وبعض الناس كتير من المسلمين بيعتقد إن دي هي دي المسجد الأقصى، لكن ده مسجد قبة الصخرة. صاحب قصتنا اليوم هو واحد من أشهر ثلاثة في عصره. أمس تحدثنا عن سيدنا مين؟ محمد ابن سيرين. قالوا ما وجدنا خيرا من محمد ابن سيرين والقاسم ابن محمد والرجل بتاعنا اليوم. هو من بيسان، من عائلة مسيحية. احنا دايما نقول كان صفية عند أبو بكر، وكان سيرين عند أنس بن مالك. يعني كل القصص اللي قلناها قبل كده جاية من بيوت كانوا عايشين مع الصحابة. لكن ده مش شرط. مش شرط إن الواحد يكون جاي من بيت عاش مع الصحابة علشان خاطر يكون عنده إيمان وعلم وتقوى وورع. مش شرط. رجاء ابن حيوة رضي الله عنه وارضاه من بيسان في فلسطين، أسلمت عائلته بعد أن فتح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القدس. مين الأستاذ بتاعه والشيخ بتاعه؟ معاذ بن جبل. ومين كمان؟ أبو سعيد الخدري وكثير من الصحابة وعبد الله بن عمرو بن العاص. كل من سكن فلسطين تتلمذ على ايديهم رجاء بن حيوة رضي الله عنه وارضاه. كم يتميز بالعلم الديني وكمان العماره والهندسه. كان قريبا من الخلفاء، خلفاء بني اميه. عبد الملك بن مروان أراد أن هو يبني مسجد قبة الصخرة، فعهد بذلك إلى رجاء ابن حيوة لمعرفته أن هو مهندس معماري وكمان فقيه وورع، فبنى القبة اللي احنا شايفينها. يعني القبة دي كل ما تشوفها تفتكر مين؟ رجاء ابن حيوة وعبد الملك بن مروان رضي الله عنهما جميعا. تبقى من المال هشام 600,000 دينار ذهب. فعبد الملك بن مروان قال له خدهم. قال له والله لو أراد مسجد الأقصى وقبة الصخرة ذهب زوجتي لأعطيته للمسجد. كيف خدهم؟ قال له مستحيل. قال له فإن أردت فضعهم في مسجد قبة الصخرة. فزين المسجد بالذهب القديم والحديث في كل مكان، الأبواب
القناديل على القبة، فكان الناس لما يدخلوا يعني يجدوا ده ما شاء الله يعني ملايين دراهم الذهب في المسجد. بعد ذلك دي من أهم أعماله طبعا بناء قبة الصخرة. ليه كمان عمل مهم جدا، هو طبعا كان مشهور إنه كان رجل بيفهم، كان بيقول يجمل الإسلام بزينة الإيمان. يعني المسلم عايز يزين نفسه زي نفسه بالإيه؟ بالإيمان، ويزين الإيمان بالتقوى، وتزين التقوى بالعلم، ويزين العلم بإيه؟ بالعمل، مش علمه خلاص منفعش، يزين العلم بالعمل. كان قريب من عبد الملك بن مروان وخلفاء بني أمية. في يوم كان في خليفة اسمه سليمان ابن عبد الملك، كان عمره 40 سنة. خدوا بالكم من دي كويس جدا، سليمان ابن عبد الملك أمير المؤمنين بيحكم إيه؟ 3/4 العالم. فوقف أمام المرآة ويعني إيه؟ قال ما شاء الله فتى من قريش يحكم إيه؟ 3/4 العالم. فعمل إيه؟ حسد نفسه. خدوا بالكم، عارفين المثل اللي بيقولوا ما يحسدش المال الا ايه؟ الله صاحبه، ها؟ فانت لما تشوف خير في اولادك وفي نفسك تقول ايه؟ بسم الله ما شاء الله، لانك ممكن تحسد نفسك. هو عمل كده في نفسه، خرج ورجع مريضا، كان مرض الموت، هو في عمر 40 سنة. وسبحان الله بقى اشوف امير المؤمنين يعني بياكل اكل مخصوص وعايش في قصر مخصوص والحرس بيخش عليه وبيطلع عليه، لكن سبحان الله. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ايه؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. لما يكون عندك بيزنس وداخل عليه اوه واو، اوعى تدخل حد يقول واو ده، يقول واو ده بيخرب بيتك. اما تدخل مكان تبص كده تقول بسم الله ما شاء الله، لما تلاقي أولادك حواليك كده بسم الله ما شاء الله، تلاقي أي نعمة عندك تعرف إن هي من المنعم سبحانه وتعالى. مرض وبعدين جاء بقى رجاء بن حيوان، عمل دور مهم جدا، مش بقى بناء قبة الصخرة، لا ده غير التاريخ. والمستشار مؤتمن، دايما لما حد يشير عليك ما تقول، في ناس دايما تحب تصاحب اللي يقول لها كلام على مزاجها دايما، يا هشام انت هتخالفني مع السلامه بعيد عني. غلط، رجاء ابن حيوه ما كانش بيقول اللي على مزاج امير المؤمنين، كان بيقول اللي فيه مصلحه المسلمين. فدخل على سليمان وهو مريض، لا بيكتب، قال له ما تكتب؟ قال له اعهد لمن بعدي، عايز اكتب للي بعدي. قال له من؟ قال ابني ايوب. وما يقدرش على الملك تقول له انت غلطان، بس لازم تكون ذكي. قال له ايوب اهلا لذلك، لكن سنه صغير وانت شايف الدوله الاسلاميه كبيره جدا، كيف هيتقف قدام رب العالمين تقول له الولد الصغير ده هيحكم كل امه المسلمين دول كلهم؟ فعمل ايه؟ خلى سليمان ابن عبد الملك يراجع نفسه، قال له عموما انا كتبت لكن ساستخير. هو كده هز الثقه في اللي هو كتبه ومشي، وجي بعد فتره لقى برضه المرض بيشتد عليه وبيكتب. قال له ما تكتب؟ قال له عدلت عن ايوب. قال له طيب لمن؟ قال لداود ابني. هو رجاء بن حيوه رضي الله عنه وارضاه كان في دماغه واحد عايز يحطه، تمام؟ فقال له داود على الثغور، والله اعلم يرجع او لا يرجع، وعمرك انت دلوقتي ضيع، فلو هو دلوقتي قتل في سبيل الله واستشهد وانت مت المسلمين هيضيعوا. قال له استخير. فبرضه هز الثقه في اللي هو كتبه للمره الثانيه. فجي المره الثالثه قال له رجاء
من تشير على تشير؟ ايه رأيك يا بيان؟ قال له عمر ابن عبد العزيز. قال له مين؟ عمر ابن عبد العزيز. وكان افضل اختيار. لكن شوف بقى. سليمان ابن عبد الملك قال له طبعا عبد الملك وعبد العزيز اخوة. قال له بس الملك هيضيع من عائلة عبد الملك وتروح لعائلة عبد العزيز. وانت طبعا عارف بقى الكراسي دي استغفر الله العظيم. ما تقوليش بقى في سبيل الله والكلام اللي انتوا بتقولوه ده، انسى الكلام ده. كل واحد بيقول في سبيل الله وهو بده هو الباور ويتحكم. لكن بيحط تايتل كبير في سبيل الله. الأمة الإسلامية هتضيع، العمل الإسلامي هيخرب. ولا الأمة بتضيع ولا بتخرب، لكن احنا بس اللي دماغنا فيها أفراد. صح عبد الله؟ فعمل إيه؟ قال له كده الملك هيضيع من عبد الملك ويروح عند عبد العزيز. قال له طيب أنا عندي رأس. قال له إيه الرأس؟ قال له اكتب إن بعد عبد العزيز، بعد عمر بن عبد العزيز، يقول الأمر إلى يزيد بن عبد الملك ابنك. قال له نعم. قال له طالما هيرجع تاني عند عائلة عبد الملك يبقى كده الأمور إيه؟ هتبقى هادية كتير. ففعلا كتب ذلك. عاشر رجلاً حيوان، عالما، فقيها، ورعا. ودول عملين طبعا هو عمل أعمال كتيرة جدا. لكن من ضمن المواقف الجميلة اللي حصلت إن هو كان في المسجد النبوي مع سليمان بن عبد الملك، وكان معه عمر بن عبد العزيز. فأمر سليمان بن عبد الملك إن كل الناس في المسجد النبوي تخرج، عشان هو كان عايز يبص على المسجد لوحده ويفكر إزاي يوسع المسجد. ما عدا واحد ما حدش يجرؤ إن يقول له اطلع. سعيد ابن المسيب قاعد ما رضاش يقول. فعمر بن عبد العزيز كان والي المدينه فبعت له قال له لو سمحت تخرج عشان خاطر امير المؤمنين عايز يبص على المسجد ويعمل توسعه. قال له لا اخرج حتى اخرج في مواعيد الذي اعتدت عليه. فطبعا ما حدش يقدر يراجع سعيد بن المسيب. قال له خلاص. فراح قال له عمر بن عبد العزيز. فعمر بن عبد العزيز ورجاء بن حيوة أرادوا، عرفوا طبعا سعيد بن المسيب يلا حلوا عني اتجلعوا من هنا. فسيدنا رجاء بن حيوة وعمر بن عبد العزيز شغلوا أمير المؤمنين عشان ما يركزش مع مين؟ مع سعيد بن المسيب. فقعد يدور يدور في المسجد وقال له مين اللي قاعد هناك ده ما حركش؟ قال له ده سعيد بن المسيب. وهو رجل كفيف، وهو رجل يعني نظره مش قوي يعني، وهو طبعا كان نظره قوي جدا. فقال له بس هو شاف باله منك ونظره وكده، والراجل ما معهوش حد ياخده لحد البيت يعني جابوا له اعذار. قال لهم تعالوا روحوا نسلموا عليه. فراح راح امير المؤمنين قال له السلام عليكم. كان جالسا لم يقف. قال له عليكم السلام. فواحد معاهم يقول له انت مش تقف لامير المؤمنين؟ قال انما جئت الى بيت الله لاقف بين يدي الله. انا مش جاي اقف بين يدي امير المؤمنين، انا جاي المسجد اقف بين يدي الله. فقال امير المؤمنين هذا من البقيه القليله الباقيه. صدق ثم انصرف رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. وده سيدنا رجاء بن حيوة كان قصدي من القصة. لما تشوفوا قبة الصخرة وتزوروها تدعوا لمين؟ لعبد الملك بن مروان وسيدنا رجاء بن حيوة. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.